بالك من التوربيد. توربيد؟ التوربيد هو ده. حاضر. بص شايف ده؟ قرش تعريفه. خلي بالك كويس وحاسب لك الباقي كله. ستر الف خيرك. يا سلام. توربيد ده يا اخي قول عليه ضعضفه. طيب يا ترى دي اي جرس فيه؟ لو كان جرس المنبه كان زمان شكر، لو كان جرس التليفون كان زمان وهم. أفتك يا بابي يا ابن الفوار، انت تملي من لنا زيتة وزنبلين ترين ترين اسفوك. انت بتتكلم في فتا اوعى كده، انت واكل بصل بس. انت مش عارف انا مين؟ لا والله ما حصلناش الشرف. لازم انت تزيد هنا لين من ثلاث اربع ايام وبس. قلت لي قول لممدوح ان غراب هنا. غراب؟ وفين الغراب دي كمان؟ يا بني ادم انا غراب، استاذ علم العصافير، روح ما تبصش زي الاهبل، روح. طيب اهلا حضرته الاستاذ غراب. اهلا ازيك؟ اهلا. انت لوحدك هنا؟ متاكد؟ طبعا. امال السيجاره دي من شرفك؟ دي ايوه الغسالة بتاعتك. استنى. الغسالة بتشرب سجاير ممتازة وفيها روش وشعرها أشقر، مش كده؟ أيوة. الغسالة بتاعتي شعرها أشقر وعينيها زرق كمان. دي لازم بقى غسالة أمريكاني. على العموم أنا مش جاي عشان أتدخل بين البصرة وقشرتها، أنا جاي مخصوص عشان أسألك سؤال واحد بس. يا سيدي اتفضل. اسمع، احنا من قد ايه نعرف بعض؟ من سنين كتير قوي. انا عارفه. يعني بتعتبر نفسك صديقي؟ الروح بالروح. بس قول لي حصل ايه؟ حصل اني دايخ، عينيا بقالها كام يوم مزغلله وعندي صداع حاد. يبقى انت لازم عندك لطشه شمس. لا انا عندي لطشه فقر، شهر 30 يوم وحالتي الماديه زي الزفت. مفيش حد ابدا اشترى مني عصفور واحد. فين الناس؟ فين الزباين؟ فين العالم؟ انا دلوقتي بسمع عصافير بطنك اكتر ما بسمع العصافير نفسها. شوف لي قرشين وارجعهم لك 10. يا غراب ما انت عارف انا واللي في جيبي تحت امرك. ايوه عارف. القهوه جاهزه. طيب يا مبروك، وما دام انت عارف ما جيتليش قبل كده ليه؟ ايه اللي خلاك قعدت المده دي كلها؟ وما جيتش ليه قبل كده؟ اللي شجعني اجي من اكتر هو التلغراف. اتفضل. اصل غدا تحياتي لممدوح. هو سامي جاي بكره؟
تصور بعد غياب سنتين يجي لاقيني على الحديده، كانت تبقى مصيبه. مصيبه ليه يا اخي؟ افرض لو ما نزلتش عندك، انزل عندي. ايه؟ انت اتجننت؟ انت ما تعرفش اخلاق سامي؟ سامي ينزل في المكان الموبوء ده؟ مش عرفك يا اخي، مش يمكن يكون الدردح شويه؟ لا، الدردحه شيء والمبادئ شيء ثاني عن سامي. قول لي يا برافو، تفتكر انه جاي في اجازه؟ سامي؟ سامي جاي هنا علشان يتوظف في مدرسة بنات، تصور. سامي؟ اه سامي، يتوظف في مدرسة بنات؟ ايوه يا سامي، العريان عمرو. ايوه هي جنة العصافير في الدور الأعلى. جنة العصافير؟ ايوه. الباب مقفول. عيب يا فيفي. سامي صديقي العزيز، صديقي العزيز. لا مؤاخذة يا سامي، أصل فيفي مسحوبة من لساني. ولا يهمك، ازيك أنت يا راجل؟ أنا عايش. يا سلام يا سلام يا سامي على أيامنا الحلوة الجميلة. السنتين اللي غبتهم عن مصر ما يتحسبوش أبدا من أيامنا الحلوة السعيدة. طمني على أحوالك. عاد الفلوس مش عارف أحطها فين يا أخي. يا ولد الحمد لله. يا سلام عليك يا سعد. أهي قلت لهم أهي. يا سيدي لا والله لا مش ممكن أبدا. ماشي يا خبر اسود. ايه حاطط طواجن ايه؟ يا ساتر يا رب. حديد؟ اجمل. ايوه. قلت لك ايه؟ لا لا معلش خلاص. اهلا 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 اهلا. ايه ايه طول عمرك في غيابك قلت لك بلاش معاك. لكن قول لي ايه اللي خلاك تغير شقتك القديمة؟ يا صديقي العزيز ابحث عن الجار قبل الدار، هكذا قال الحكماء.
فهمت، لكن يظهر عليها بتعزك قوي غصبا عنها. مسكينه هي كمان معذوره، ما تقدرش تقاوم تاثير الجاذبيه اللي بتشع مني. جاذبيتي ساحقه. لكن ايه؟ فيه معضله بيني وبينها، اختلاف في وجهات النظر، ويظهر ان مده الخطوبه هتمتد بيني وبينها الى اجل غير مسمى. ليه يا اخي؟ عايزاني اغير اسمي، مش عايزه تتجوز ابدا واحد اسمه خرافه. ما تضحكش. طب ما بسيطة يا أخي، ما تغير اسمك وخلاص. أغير اسمي؟ أغير اسمي إزاي؟ أتنكر رسالة سفير أجدادي الأفاضل إزاي بس؟ دي ما تبقاش جوازة، دي تبقى جنازة. هاي نغير الموضوع. اللي أقول يا سامي، أنت الأحلام لسه بتخوفك؟ إن جيت للحق لسه. حتى ولو كانت أحلام جميلة؟ ما هو ده اللي بيخوف فيه. يا أخي إمتى هتتغير؟ إمتى هتتبدل حبة؟ يا ساتر يا رب. القهوة، القهوة الجميلة. قهوة يا مين يقول لي قهوة؟ أسيه بإيدي قهوة. ترارم ترارم. اللي أقول يا غراب، إزاي ممدوح؟ عادي، مبسوط أول بيسلم عليك ومش قوي يشوفك يا شيخ. يا ترى ربنا هداه ولا لسه؟ إلا هداه. يا حبيبي النحلة تفضل نحلة والدبور يفضل دبور، ومش هيتوب أبدا. وحياة البكرة هيتوب أبدا. إمتى بس؟ لما يحب. لما يحب. هو بيعمل حاجة غير الحب؟ ده طالع حب، نازل حب. ده دليل على إنه بيحب الحب. لاقي في الدنيا يدور ومش لاقي. أنا عارفك، أنا عارفك. ما تملي حضرتك بتدافع عنه، ما تتشطر وتعمل زيه. النساء، النساء، إن النساء رياحيل خلقنا لنا. اسألني أنا. إن جد مفيش فرق كبير بيني وبينه. إزاي بقى؟ كلنا بندور وبنستنى الحب الكبير اللي يملى حياتي. ومن سخرية القدر إنه يخليك أنت مدرس بنات وأنا موجود. ليه بقى؟ هتدرس لهم الكتاكيت بتاعتك؟ وأنت هتدرس لهم الطبيعة أفتكر. طبعًا، لو إيه كمان؟ عيوني المشرف العام مع النشاط الموسيقي في المدرسة. يا سلام يا سلام يا سلام. وعندي بكرة ميعاد مع النظرة. كمان؟ اشرب في صحة النظرة. صحتك يا بطل. إلا مشرف عام على الموسيقى. يا بيتهوفن. ايه؟ الاستاذ سامي وصل وعايز يقابل حضرتك. من فضلك تسمحي تعلي صوتك شويه، انا مش سامعه حاجه. الاستاذ سامي وصل وعايز يقابل حضرتك. هو فين؟ خليه يتفضل. اتفضل يا استاذ. نهارك سعيد يا فندم. ايوه انا النصر. باين على حضرتك مؤدب وابن حلال. العفو يا فندم، ده من ظرفك. حضرتك متخرج منين؟ من كلية العلوم يا فندم. من فضلك تسمح تزعق شوية لحسن، أنا مش سامعة. من كلية العلوم يا فندم. ومش زعقت ليه؟ ولا ترشح؟ لا يا فندم العفو، أنا مش قصدي. على كل حال أنا ما تهمنيش الطبيعة قد الموسيقى. أنا في الخدمة يا فندم. حضرتك عايز تعين الفصول، ها؟ اتفضل اتفضل بكل ممنونية، اتفضل اتفضل يا فندم. أدي الفصول. شيء جميل. ودلوقتي هفرجك على قاعة الموسيقى. أنا مهتمة بالموسيقى جدا، حاكم ودني موسيقية. اتفضل يا أستاذ. ما اتفضل. حضرة النظرة؟ حضرة الوكيل علي. إيه؟ بتقولي إيه؟ حضرة الوكيل علي إزيك؟ كيف؟ طيب أنا هحصلك. اتفضل يا أستاذ. أول دور عليك في اليمين، وأنا هحصلك حالا. كملي يا أنسة. نوال عبد العزيز. يا أنسة نوال، اسمحي لي أهنيكي، أنت أدائك الموسيقي أجمل أداء سمعته في المدرسة. أشكرك يا أستاذ. اسمها إيه المقطوعة دي؟ اسمها ذكريات. ذكريات، اسم حلو. أنا سعيد إن يكون أول يوم ليا في المدرسة أصبح لي فيه ذكريات. أظن جدتك مدرس الموسيقى الجديد، مش كده؟ الطبيعة كمان. شرفني. اتفضلي كملي.
ولا قولي لي اللي معرفني حتى انا ليلى اتخطبت. هي لحقت تتخطب؟ ده الحب من اول نظر. الحب السعيد تفتكر الحب ده موجود؟ صحيح الا موجود. انت باين عليكي 0/10 في الكهرباء، يعني ممكن تحبي واحد من غير ما تعرفيه كويس. ممكن قوي اذا نزلت السعيقه. طب افرضي السعيقه دي نزلت عليكي انت وما نزلتش عليه هو، تبقى ايه؟ تبقى مصيبه، تبقى كارثه. لكن ده مش ممكن. ليه؟ اصل السعيقه استني. شوفي بقى يا ستي، السعيقه عباره عن شراره كهربائيه لازم لها سالب وموجب. بكره الخيبه الجديده يعلمك ازاي بتحصل. خيبه جديده؟ قصدك مين؟ هيكون مين يعني غير استاذ الطبيعه اللي عينوه جديد؟ يا شيخه حرام عليكي، ده باين عليه راجل طيب. بكره هفرجك عليه في اول حصه. ده انا محضره له حته دين مقله كهربائي. وحياه ابوك يا فوزيه ما تعمليش فيه حاجه، ده زي ما قلت لك باين عليه انسان رقيق ولطيف. طب انزلي انزلي، العربيه مش هتستناكي. مع السلامه يا نواف. بعدين معاك يا استفيفي. الف الادب زي صاحبك. الأحلام الجميلة تصحيني. هي دي الأحلام الجميلة تبقى؟ أي أحلامي أنا هي كده. أقول لي عملت إيه ويا نظرة؟ يا النظرة دي حتة سكرة. طمني، والبنات؟ لا الحمد لله كويسين، النظرة قالت لي هيكونوا كلهم بنات عاقلين. أعوذ بالله، دي فيفي ببغاوة عندها حق لما كانت تقول لك يا خبتك يا خبتك يا إيه؟ قوم سيبني أنام. نام. قال عقلين قال. بتعملوا ايه يا بنات؟ ازاي فوزية؟ ده التشريفات اللي هيستقبل الاستاذ الجديد. يا شيخة ما تبقيش مظلومة. بس انت مالكيش دعوة. انت معايا ولا معاه؟ حرام عليكم. طب انت تطلعي منها. نهاركم سعيد. نهارك سعيد يا أستاذ. تفضلوا. أنتوا درستوا السنين اللي فاتت الصوت والضوء، والسنة دي هندرس المغناطيسية والكهرباء، وهنخصص حصة النهاردة لمراجعة مقرر السنين اللي فاتت. أنتوا طبعاً فاكرين قانون التربية العكسي، قاف قاف في ألف ميم يساوي واو في ه ميم، أي قاف يساوي واو في ه ميم على ألف ميم. أنا سعيد جدا لأنكم أثبتوا لي بطريقة عملية إنكم مذاكرين كويس دروس السنة اللي فاتت، وإنكم لسه ما نسيتوش إن الأصوات نوعين، إما موسيقية ترتاح لسماعها الأذن، أو دوشة وضوضاء لا تسر السامعين زي الفرقعة اللي حصلت من شوية. الصوت اللي سمعتوه ده ولو إنه مش فرقعة ومنتظم بعض الشيء، إلا إنه لا يرتفع إلى مرتبة الموسيقى، لأن الموسيقى غذاء للروح، ثم من خصائصها إنها تسمو بالأخلاق. وأظن دلوقتي ممكن نلتفت لمقرر السنة دي.
مفهوم كويس الكلام اللي انا قلته؟ ايوه يا فندم. ما عندكيش اي سؤال؟ لا يا فندم. يعني كل اللي شرحته مفهوم؟ ايوه فندم مفهوم. طب القانون اللي انا شرحته دلوقتي ايه؟ قانون التربيع العكسي. واهميته ايه؟ انه كان الاساس للوصول الى القانون العام للقوى المغناطيسية. طب اتفضلي يا علي. انا على العموم اشكر الانسه نوال، يظهر انها بتفضل شرح المغناطيسية عمليا، والا ما كانتش جابت لنا حضرتك. الانسان ده بدون مخ، والا ما كانش مشي بالطريقه دي في الفصل. صباح الخير يا استاذ سامي. صباح الخير يا فندم. طمني، كل شيء على ما يرام؟ كله على ما يرام. بتقول ايه؟ على ما يرام يا ابله. اخلصوا، حطوا صوتكم، انا مش ناشا. العفو يا ابله. شكرين. ايه ده؟ ده ايه؟ بتقول ايه؟ انا لسه قلت حاجه، ده جهاز كهربائي. ايه؟ جهاز كهربائي. مين اللي جابه؟ انا اللي جبته يا فندم. عشان ايه؟ عشان يساعدني على شرح الدروس شرح عملي. كده برضه تعمليها من غير ما تسالي زي. لكن بذمتك مش مقلب نظيف. نظيف ايه؟ اهو دلوقتي زمانه فاكره ان اللعبه دي بتاعتي. كده يهمك رايك فيه؟ انت ضيعتي الجاري وطلع الشهم وما قالش حاجه للناظر. انا مش بسالك على رايك فيه. حق عليا انا اللي ما فهمتش وقلت الحقيقه. طب ما تزعليش مني معلش. طب سيبك من الحكايه دي، بعد الظهر هتعملي ايه؟ رايحه المصنع، هروح اخد العربيه من بابا. تعالي اتفرجي عليا، اما بقيت حته دي مسوقه. طب اسمعي، انا رايحه اوصل اختي مدرسه البنات، يبقى فوتي عليا ونرجع سوا. طب بس خدي بالك هضرب لك كلاكس من تحت مش حاصله. ماشي كلام. طيب. عيد يا بابا. اهلا نوال. ايه رايك في الريحه دي؟ حلوه قوي قوي. انت لسه شمتيها؟ اهلا اهلا نونسي. ماما انت خدتي برد تاني ولا ايه؟ امال يعني يا بنتي هيكون ايه؟ مصلنا عور. يلا يا اموره اطلعي غيري هدومك احسن، الاكل جاهز. نوال. تعالي يا حبيبتي وحياتك الحقيني باسم جميل للعطر الجديد ده. تعرف يا بابا الريحه دي بتفكرني بايه؟ ايه؟ بالجناين وزهور اللي في بلدنا. تعرف نسميها ايه؟ ايه يا روحي؟ ايام زمان. ايام زمان؟ ايام زمان هايلة قوي. ايام زمان دي عجبتك يا بابا؟ قوي قوي قوي. اسهل عليها ايه؟ بوسه. بس وازازه برفان. ايوه كده. يا روحيه. ايوه يا حبيبي. ايه رايك في ايام زمان؟ يسلم عليك يا عزيز، ما تفكرنيش بايام زمان. لا انا مش هفكرك باللي مضى، ده اللي مضى راح وانقضى. هو ايه اللي انقضى؟ ده اللي في سننا يا راجل، لسه لغايه دلوقتي ما اتجوزوش. افهميني بس، ايام زمان ده الاسم الجميل اللي نقيته نوال العطر الجديد بتاعي. شمي انت. لا وحياتك كفايه شم، انا بقالي 25 سنه بشم، انت فاكر مناخيري دي ايه؟ معمل اختبار؟ دي باظت من كتر من كتر الشم. ربنا ما يحرمني من مناخيرك دي ابدا. عمري ما حسيت اني سعيده قد النهارده. ليه يا ترى؟ بلاش فلسفة يا نوال وبصي قدامي. ماما منبه عليا مش لازم اسرح وانا سايقه. ماما قالت ماما ما عندهاش وقت تقول حاجة، طول الوقت تعطس وبابا يقول لها يرحمكم الله. عمره ما زهق منها. تكونش دي السعادة، يكونش ده الحب. الحب متخاصمين؟ لا لازم تصطلحوا بقى. خدوا ارغي. انت بتحب العصافير؟ سؤال غريب ما جاوبش عليه يا اخي. طبعا بحبها، لو ما كنتش احبها مش ممكن كنت افتح لها جنه. الجنه دي مش جنه العصافير، كنت هنجندك انت.
تسمح تشرح لي وتوضح لي وتعرب لي ما بين قوسين؟ أنا متهيألي إنك ما بتحبش العصافير، لو كنت بتحبهم ما كنتش تحبسهم من الحبسة دي. الحب حرية. الحب اوصفوا لي الحب ممدوح. أهلاً أهلاً. إيه الغيرة الطويلة دي يا راجل؟ ده أنت وشك ولا وش القمر؟ وحشتني. وحشني جمالك. الله ينعل أبو الزمن اللي فرق بينا. الله ينعل أبو اللي يسيبك لحظة واحدة بعد كده. يا أخي بس سيبني أقول لك كلمة. اتفضل احكي لي. احكي لي قول لي عن المنصورة وجمال المنصورة. رايح فين؟ تقول لي يا غراب إن البحر عندك جنة. عندك حوض. حوض على فين؟ على الابن تاني. نفسي بحر يا أخي والنبقى بحر. نخسر بعض، انت فاهم؟ طب نظره بقى ايه يا شيخ؟ اهو بكل اسف انا ما عنديش اي ثقه في نظراتك البريئه. ايه الحكايه؟ اكيد المساله فيها سر. ولا سر ولا حاجه، اصل هي وغراب. فهمت. ما فهمتش حاجه، ده في حكم المكتوبين. حكم المكتوبين. طب يا اخي مش كان يقول لي؟ على فكره يا سامي انا مش هقدر اطول معاك علشان ورايا مشوار مساعد. احسن اتفضل. بيقول في علمكم ان الليله هنسهر سوا. فين هنسهر؟ عندي في البيت. انا موظف كل حاجه وجاي هنا مخصوص عشان أيوة. اقول له بس مش هقبل ولا عذر. غراب اديني مفاتيح التوربيد. ليه عربيتك فين؟ بتتصلح. انت عاوز التوربيد علشان ولا علشان؟ انت هتدلني يا اخي. اديهولي بقى وخلاص. بس اتفضل بس خلي بالك من الكونتاكت. اوعى تنزل اهو كذلك. لا 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 لا، كوكاكولا تي اللي انت هتشربها دي واحنا في مدرسه. اشرب حاجة تفتح نفسك المغنى يا اخي. انا نفسي مفتوحة والحمد لله ومش هشرب الا كوكا كولا. لا يا شيخ. اشرب يا غراب. هات سم هاري. يلا صحتك. اعوذ بالله ده ويسكي ابوسج. لكن قول لي يا غراب، احنا مش اتفقنا على انها بريئة؟ طبعا الا بريئة. بقى هل تتصور اني انا اعزم ميمي على سهرة وما تكونش بريئة وانت عارف اني انا راجل غيور؟ لا معاك يا شيخ. اشرب اشرب الاخر. واحد اتنين تلاته. اهلا يا مساء الانوار. اهلا. مين دي؟ دي سوسن يا اخي. سوسن مين يا اخي؟ دي سوسن. ايه؟ يا اخي انت هتقص ربنا. يلا غراب يلا الاخر. طب ودي مين كمان؟ دي شوشو يا اخي. شوشو مين؟ مش عارف شوشو. يا سلام فهمه فهمه. كوكا كولا يا سلام. فهمت دلوقتي. اشرب يا شيخ. اشرب كوكا كولا. اشرب يا سلام الاخر. بس يكون في علمكم انا ما غنيش قدام حد غريب ابدا. طبعا طبعا. اشرب بس الاخر. اشرب قلبي القاسي يحب ويسبح ناسي يشغل روحه ليه؟ اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي. ايه حينوبك ايه؟ قلبي القاسي يحب ويسبح ناسي يشغل روحه ليه؟ يردك تحتار يا لا بين جنة ونار يا لا والحيرة مرار لا لا. يردك تحتار يا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار لا لا. مالي بي وماله حلو يا جماله. مالي بي وماله حلو يا جماله. هو بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني؟ هو بيشغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني؟ ولا حالي حاله حيرتي مقسوماله؟ ولا حالي حاله حيرتي مقسوماله؟ ظالم يا زماني لو ترضى هواني. قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي
يشغل روحه ليه؟ تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا قاسي يا زمان لو رمشوا رمان قاسي يا زماني لو رمشوا رماني قطوع وحبه وقاسي في حبه قطوع وحبه وقاسي في حبه وحنن في قلبه وإيه بس ذنبه ظالم يا زماني لو ترضى هواني قلب القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه ليه اوعى قلبي تحب ويصبح قاسي ايه هيلومك ايه يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا يلا يا نوال يلا ايه سرحانه في ايه يا نوال انا
ولا حاجة. ولا حاجة؟ اطلعي من دول، في حاجة شغلة بالك؟ أبدا أبدا، أنا كنت براجع مقر الشهور اللي فاتت كده. طب أنا همتحن لما أشوف. إيه؟ ها؟ إيه الفرق بين الكهرباء والحب؟ والنبي بلاش غلب جيم. مفيش فرق أبدا. قلتلك بلاش غلب، إحنا فاهمنا في الحب. ما هي المصيبة كده، ياما نسبت الكهرباء من غير ما يدرسوا كهرباء. سامي تعالى تعالى قول لي عملت ايه. ربك ستر، رزقني ببنت حلال من غيرها ما اعرفش كنت اودي وشي فين من النظر. لكن يكون في علمك سهر بعد كده ما فيش، خصوصا عندي مندوب. طبعا طبعا. لكن قول لي هو لسه؟ ايوه لسه. ولسه؟ ايوه لسه، ومش هيبطل ابدا. أي مش عارف ايه اللي عاجبه يا اخي العيشه دي. اهو الناس امزجه، هو عاجبه كده. لكن قول لي هو كده سعيد؟ ما شفتوش ما بطلش ضحك طول الليل. يا ما ناس بيضحكوا عشان يخبوا تعاسته. هو اللي يحب اكتر من واحده يا سي سامي يبقى خلاص تعيس. اللي بيحب اكتر من واحده يبقى ما بيحبش ولا واحده. الو ممدوح. سامي ازيك بعد سهره امبارح؟ قول لي هو غراب عندك؟ لا مش ضروري، انا كنت عايزك تقول له بس ان انا مش هقدر ارجع له التوربيد النهارده علشان عندي ميعاد مهم مع صاحب مصنع العطور. ايوه هنكتب عقد. البند السابع والعشرين؟ ايوه البند السابع والعشرين. اذا حدث اي خلاف في تفسير احد بنود هذا العقد. لا سمح الله. لا سمح الله طبعا، تكون محكمه مصر التجاريه الى اخره الى اخره الى اخره. البند 28 اذا حدث تاخير في تسليم البضاعه المطلوبه. لا سمح الله. لا سمح الله برضه. افتكر بقى ما فيش حاجه ناقصه بعد كده. لا ما فيش. خلاص العقود انا حاجزها على الامضه، وانت تاخد النسخه دي توريها لعمك، تقدر تمر في اي وقت الجمعه الجايه عشان تمضيها ان شاء الله. ان شاء الله. انا جاي معاك. ان شاء الله مش هنختلف ابدا. طمن عمك وسلم لي عليه وقول له يعتبر ان العقد ممضي. ويبقى مبروك علينا جميعا. الله يبارك فيك. ايه ده؟ ده التوفيق. انت غيرت عربيتك ولا ايه؟ لا اصل عربيتي التصليح، ودي استلفتها من واحد صاحبي مخه يعني شويه. مع السلامه. الله يسلمك. من بختنا. ارجوك انا ما بهزرش، وعلوم الحق عليك انت كمان. الحق عليا؟ اصلا انا كنت سرحان وانا بسوق. فعلا انا كنت سرحانه شويه. مين يا اسمع، انا مستعد ادفع لك اي تعويض تطلب. عاوز كام؟ عايز 1000. 1000 جنيه؟ دي عربيتك كلها ما تسويش 1000 قرش. ايوه انا عارف، انا عايز 1000 فلوس. من فضلك يا استاذ سبق قلت لك اني ما بهزرش. يا ترى حد قال لك قد ايه انت جميله وانت بتهزر؟ وبعدين معاك يا استاذ. استاذ ممدوح، دوحه للي بيحبوني ويتهزوني. لا انت باين عليك مرحوب من لسانك. على كل حال انا عملت اللي عليا وذنبك على جنب. طب بس ثم في حاجه ثانيه عاوز اقولها لك، مش عيب واحد شحت زيك يركب عربيه مسخوطه زي دي؟ انا شحت؟ طب بس تعالى هنا، سايباني ورايح فين؟ بس استنى. بالاختصار انا مش عاوزك تسوق العربيه ثاني ابدا. دي حادثه بسيطه يا بابا. بسيطه؟ الحمد لله اللي جت سليمه المره دي. كم مرة أقول لك ما تسوقيش عربية وأنت سرحان؟ والحق عليه هو كمان، كان سايق وهو سرحان. هو اللي كان سرحان ها؟ أيوه، وسايق عربية صغيرة بتاعت عجلات مش باينة من الأرض. عربيته صغيرة بتاعت عجلات؟ أيوه يا بابا. مصيبة يكون ممدوح. أيوه صحيح، ده قال لي إن اسمه ممدوح، أنت تعرفه يا بابا؟ ده ابن أخو صاحب المصنع اللي بيورد الأزايز هنا. ده إحنا هنمضي مع بعض عقد يغنينا عن استيراد أي شيء من الخارج. بابا، ما أظنش العقد ده هيتمضي أبداً. ليه بقى؟ أقول لك الحق، من كلمة لكلمة بختلف شوية. شوية كتير. عال انت بتقولي ان حادثة بسيطة. هو صحيح ما حصلش خسارة الأرواح، لكن عربيته اتخرشمت، بقت في حالة يرثى لها. يا خرب عشك يا غراب، يا خرب عشك يا غراب، يا خرب عشك يا غراب. ايه ده؟ يا
تاني جثه هامده. ولا جثه هامده ولا حاجه، بكره تبقى تتصلح وتبقى عروسه تاني. ترجع عروسه تاني؟ مش ممكن، قضي عليها الى الابد. اقدر اعرف مين اللي ارتكب معاها الجريمه الوحشه دي؟ يا غراب ما تفكرنيش. ما تفكرش بايه؟ دي عليها مين؟ قضي؟ هي مين؟ قاتله. لازم اتجنن. انت صح التوربيت بتاعك اتكسر، لكن ده انا قلبي اتنسف. يا راجل انت كنت بتبصبص اثناء الحادثه، اعمل لك ايه؟ ما هو غصب عني يا اخي. انا مش قادر افهمك، دي عليها اوام، عليها عينين وعليها طوله لسان. طار التوربيد وطار غراب. ولا تشيل هم، انا هصلحها لك في 24 ساعه والمصاريف كلها عليك. طبعا ده شيء مفهوم. اولا عملت محضر؟ عرفت عنوانها؟ عرفت اسمها؟ ما هي دي اللي ما عملتهاش. عشان تعرف انك مغفل. هات الفلوس. والخلاصه ان الكهرباء قوه مجهوله، وبالرغم من ان العلم لم يستطع إدراك سر هذه القوة، إلا أن الإنسان أمكنه أن يستخدم النشاط الناتج عن هذه القوة في شتى الأغراض الإنسانية. افتكرت العزل. يا نوال، أنا نوال. أفندم. اسمحي لي أسألك، إيه اللي كان بيضحكك النهاردة في الفصل؟ ما كانش قصدي، بس افتكرت حادثة حصلت لي. حادثة؟ انت عملتي حادثة؟ ايوه، جنب المصر، كنت سايقة عربية بابا. لا على الله تكون جت سليمة. الحمد لله، وعلى العموم ما تاخذنيش، وعدك انها هتكون اخر مرة. حتى الطيور
شافوه في عينيا عرفوا الفرحة منين، وكل واحد وشوشة في ظلي وردة وخدمة عليه، حتى الضيوف ساعة ما شافوا في عينيا عرفوا الفرحة منين، وكل واحد وشوشة في ظلي وردة وخدمة عليه، والورد لما حبايبه عزو حلف ما يدبل ولا سنتين ولا سنتين، من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، بعيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب، إن كان هنا ولا ظما مش عايز أنا أكثر من المكتوب. اهلا ممدوح، ازيك؟ اتفضل. اجيب لك قهوه؟ لا مفيش لزوم. ليه بس؟ اصلي مش هطول ورايا شغل. اوعى تكون واخد على خاطرك. ايه يا فندم لا سمح الله، ده من حق حضرتك انك تحدد السعر اللي نزل. سعر؟ ما احنا لسه هنتكلم عن الاسعار؟ ما جاتنا الموافقه من عندكم وخلاص. انا بتكلم عن التصادم، ما عندكش فكره قد ايه انا زعلت. التصادم اللي حصل بين عمي وسيادتك. عمك؟ ايوه انا جاي هنا مخصوص عشان ازيدك. عمك مين؟ انا مش ممكن ازعل من عمك ابدا. ده معرفة 25 سنة، يعني من قبل ما تتولد انت. انا عارف يا فندم طبعا الصداقة القديمة اللي بين عمي وسيادتك، لكن ده ما يمنحش برضه هي الانسة بنتي. يا ما انا الصبح بكلمك عنها وما انتش عاوز تفهم. بنت سيادتك؟ ايوه. اما قليل الادب صحيح. ايه؟ قليل الادب؟ لا يا فندم قصدي انا، يعني انا اصلا ما كنتش اعرف. هو حضرتك عارف ان الحوادث بتخلي الواحد يقل ادبه. لا ده انت من حقك تقل ادبك اكتر من كده. ابدا يا فندم، انا لازم اعتذر لها، اعتذر لها شخصيا. اعتذر عن ايه؟ احنا بالعكس لازم نتحمل كل الاضرار اللي حصلت لك. اضرار؟ دي حاجات تافهه بسيطه يا فندم، ما فيهاش اي حاجه. ارجوك انا لازم اصلح غلط، لازم اريح ضميري، انا لازم اقابلها بنفسي واعتذر لها شخصيا. والله يبقى انت مصمم على كده. انا عازمك النهارده على الشاي عندي في البيت. اتفضل. شكرا قوي. مع السلامه. بح. العهد اللي مضيناه سوا النهارده فتح خير ان شاء الله. الاستاذ يحب كم معلقه سكر؟ ثلاثة أربعة. إن جيت الحق أنا عندي نقطة ضعف في الحاجات الحلوة. زي تمام، أنا كمان أحب الحلو أوي أوي، لكن كمان أموت في الحوادث، ومش ممكن أبدا أقدر آكل حاجة إلا لازم يكون جنبها الطرش. يا سلام أموت في الطرش. ويا حبيبي يا عزيزي يحب الطرش قوي، بس مسكين ما يقدرش ياكل منه لانه بيتعبه قوي. ما تفكرنيش احسن ريقي بيجري. والانسه بتحب الطرش؟ الطرش؟ اشمعنى الطرش؟ الطرش نوال، اسال نوال على اي حاجه في الدنيا الا الاكل. يا سلام اسالها عن الادب، عن الشعر، عن الموسيقى. قول لي يا حضرتك بتحب الادب؟ الادب انا اهم شيء عندي في الدنيا الادب. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. التربية عليها معول كبير. طبعا طبعا، بني ادم يسوى حاجة في الدنيا من غير تربية؟ دي فراخ حتى ما تتاكلش من غير تربية. أنا إن شاء الله هعمل لك أكل فراخ بإيه؟ إيه؟ يرحمكم الله. ميرسي. الأنسة بتحب العصافير. العصافير؟ العصافير يا سلام، في حد في الدنيا ما يحبش العصافير؟ دول جنان. يا سلام اموت فيهم، وخصوصا هم مدفونين في الرز. لا انا مش قصدي العصافير اللي انتقلوا من رحمه الله، قصدي العصافير الصحي اللي بتسوسن. ما انا فاهمه بس عمري ما ذقتهم. لكن دول ما بيتاكلوش يا ماما، دول زينه. بس زينه؟ انتوا بتقولوا ايه يا اختي؟ انتوا مش قصدكم على الكناري؟ طب ما انا فاهمه يا ستي، رسميه بنت خالتي كان عندها عصفور كناري، ما كانتوش هي، كانتوا القطه. انتوا عندكم قطه؟ لا بعد اذنك هسمع لروحي واقدم لك هديه عصفور جميل. والله يا استاذ ممدوح الهديه ما تطرقش في الشقه. حفظك
سعيد يا استاذ سامي. نهارك سعيد يا ستي. اتفضل. ايه ده؟ طبق مهلبيه لا هنا ولا هناك، تاكلوا انت وصاحبك بالهنا والشفا. يا ستي كتر خيرك، مفيش لي للزوم من التعب كده. ايه الصوت ده؟ ده بابور جاز 100%، عايز تصليح، اخش اسلكهولك. يا ستي ابدا، ده صاحبي بس نومه تقيل شويه. بلوي نوم العوافي يا ضنايا. صحيح النوم سلطان. الا قول لي يا سامي، اسم النبي حرصك انت بتدرس في ايه؟ طبيعه. طبيعه يا اختي، الطبيعه كمان بيدرسوا لها؟ ابجد هوس حطي كلام منسج للاستاذ بقى، منسجم بقى منسجم. والله الواحد مش عارف البلاوي دي لاقيها منين ولا مين. الله، انت ايه اللي صحاك؟ انت مش كنت نايم؟ ايه اللي عملته ده؟ ايه دي حاجه عشان تصلح لك التنفس؟ التنفس؟ لا تنفسي كويس قوي. تنفس. قول لي ايه حكايه حسنيه دي اللي شايفها اليومين دول بتحوم حواليك؟ دي كتر خيرها جايبه لنا طبق مهلبيه اهو. مهلبيه؟ اه. ما اذوق. ما العياذ بالله، بعد ايه المهلبيه دي؟ اعمل ايه؟ كل يوم تقابلني على الفيلم بالشكل ده. يوم يا استاذ العلم نور، ويوم ابجد هوس حط الكلام. حاجه تجنن. امال اقول انا ايه؟ من يوم ما عزلت هنا وانا يوماتي اسمع خط على الباب، اروح فاتح ابص الاقي فيلة قدامي وتقول يا استاذ من فضلك عاوز ادسر فجافيكو. تصور استاذ جنة عصافير يبيع فجافيكو. سذاجة مؤلمة. الله اكبر. اهلا. ايه مين دي؟ لا ده تابلوه جديد كده اشتريته. يا سلام يا ممدوح، كانه معمول علشان هي. إيه مين؟ اعز انسان عندي في الوجود. الله الله الله. جرايه يا سامي، اوعى تكون بتحس. ان جيت الحق انا خايف يكون كده. لا وخايف منين؟ انا اللي كمتها لي، عمري ما هحب طبيت زي الرب. قديمه. لا يا براب، المره دي مش زي كل مره، المره دي بحق وحقيقي. مش قلت لك مسيرك تلاقيها؟ اسكت يا سامي، مش عارف اوصفها لك ازاي. عينيها لما ببص فيهم بيتهيألي في الجنه. اه حاجه زي كده. المهم ان صورتها ما بتفرقش خيال. الدنيا ملهاش طعم الا وهي جنه. زي تمام، كل ما اشوفها كاني بشوف الجنه. هو ده الحب وهي دي اعراضه، انت وهو وانا كلنا بنحب، من لم يحب لم يؤدي للشباب ما وجد. قطيعة تقطعني، دول كلهم بيحبوا. يقطي يقطي عليهم، يقطي عليهم، يا حلاوتهم يا حلاوتهم، ده صوته حلو قوي. اتعلم الغنى فين؟ رب يا استاذ غراب، رب. يا هانم انت بتكلمي عالم من علماء العصافير، ده من فصيلة بورتجار. تتوالد هذه الببغاوات العجماوية في افريقيا الشمالية من فرع بيتكوريدس موسيكيدس. يو بقول لك اتعلم الغنى فين؟ هو كده اتولد زي عبد الوهاب. اه قول كده يقطي عليهم يا جمالهم. ودولا يبقى صنفهم ايه؟ ممدوح هنا. ممدوح مين؟ بتاع الحادثه. ايوه، ومن يوم الحادثه هو كل يوم هنا. طب وفيها ايه؟ هو دمه تقيل؟ لا. شكله وحش؟ لا. بنص لسان؟ لا. مش لاقي شغله؟ بالعكس. امال في ايه؟ فيها ايه ازاي؟ انا حاسه انه بيجي علشاني مخصوص. يا بختيك. يا بختي ازاي؟ طب افرضي. طب وفيها ايه؟ نوال فوزية تعال. تعالي يا شيخه، يلا بلاش كلام فارغ، تعالوا شوفوا تعافيسس منفوس. بيكتوريدس موسيكيدس. تشرفنا يا استاذ. اهلا فوزية، ازيك يا حبيبتي؟ وحشتينا قوي. انا عامله لك حاجه حلوه قوي، عن اذنكم. اسمحي لي اقدم لك الاستاذ غراب. الانسه نوال. بس يا ستي اديكي اتعرفتي على اكبر خبير عصافير في الشرق. في العالم. المهم انه كان غاوي عصافير وهو قد كده. تعرف يا استاذ غراب بشبهك بمين؟ بمين؟ بابا. لازم ابوكي راجل عظيم. متشكره. اصل بابا بيحبس الزهور في ازايز ويقول عليهم عطور، وحضرتك بتحبس العصافير في اقفاص وتقول عليهم زين. شعر الخنساء. يا استاذ بكيدس. بنده عليك يا استاذ بكيدس. يا استاذ بكيدس. غراب. طيب غراب، ايه اللي قلت يا استاذ غراب؟ افندم العصفور ده جنسه ايه؟ انه فهم كثروا. دوت. بيكتوريدس موسيكيدس. ايوه، جنسه ايه؟ بوجيجار صحصاح كراميلا هندي. الحاجات دي لازم تتعمل بهداوه. الخطوبه والجواز مش هنا بيه. وليه ما يكونش شيء نبيله؟ مش الاول لازم ندرس اخلاق بعض شويه، نفهم بعض شويه. يا حبيبي الواحد بيتعلم سوقة عربيات شويه، يضرب بيانو شويه، انما الحب لازم يكون بوم بوم. بوم بوم ازاي؟
غراب اتكلم خلاص، الحب الايام دي ذري بوم بوم. طب تعرف يا غراب، بوم بوم بتاعتك دي ادتني فكره هي. طبعا طبعا، بس الاول عايز منك تملى البيت كله عصافير. يا خبر اسود، لكن دي مصاريف باهظه، وانت عارف ان هي ما تحبش ابدا تشوف العصافير محبوسين. ايوه لكن امها بتحب، وانا الاول لازم اكسب الام صرفي وبعدين يبقى بوم بوم. اه قلت لي حضرتك ادفع المصاريف بقى. ايوه اهلا، مساء الخير يا استاذ ممدوح. مساء الخير يا وليد. البي موجود؟ لا مش موجود. كده والست الكبيره فين امال؟ فوق في اوضتها. يعني الست الصغيره هي بس اللي موجوده؟ ايوه اتفضل. مين يا وهيب؟ بس ممدوح جاي يبوس. جاي يبوس ايدي الست الصغيره. عفريت، انت عفريت. انت ازيك؟ الحمد لله. عجباك الحته دي؟ ما بلاش بيانو ليلادي، في ليلادي عايزين ننبسط. ننبسط؟ ما هي الموسيقى انبساط روحي. ده انا روحي طلعت من البيانو. قومي يا شيخه قومي. قوم اروح فين؟ نعمل اي حاجه. قصدي يعني نلعب اي لعبه. نلعب ايه؟ الدنيا ليل. اجمل، في العاب ما بتلعبش غير بالليل. زي ايه؟ زي كوتشينه. انت ما بتحبيش الكونكان؟ لا ما بحبهاش. طيب قومي نقعد مع بعض شويه ندردش. امر. ادينا قعدنا، هتقول ايه بقى؟ دردش. في ايه بس؟ دردش، ندردش في اي حاجه. الدردشه مش كده، اقعد كويس وبعدين دردش. ها؟ ها ايه؟ اتكلم، قول اي حاجه. انا كنت بقول ما دام احنا بين اصحاب نصارح بعض بكل الحاجات الحلوه اللي الواحد شايفها في التاني. الحاجات الحلوه؟ ايوه، الحاجات اللذيذه. توصل الحسنات يعني؟ اموت في الحسنات. نبتدي أولى بالعيوب، الأصحاب لازم يصارحوا بعض بعيوب. صارحني بعيوبي. إن جيت للجد أنا مش شايف فيك عيوب أبدا. مش ممكن، أنا زي كل الناس، لحم ودم. لحم ودم، ما هو ده اللي مجنني. أنت فيك عيب واحد بس. إيه هو؟ إنك خيالية. عندك حق. الزمن اللي احنا عايشين فيه ما بيعترفش غير بالماديات. العيب مش عيب الزمن، ده عيبنا احنا. لو راح الخيال هيفضل ايه في الدنيا جميل؟ الخيال، الخيال مش كل شيء. في حاجات حلوه الواحد يقدر يشوفها بعينيه يلمسها بايده. زي ايه؟ زي ايه عليك انت؟ الخير يا روحي يا هند. مساء النور يا ممدوح، يقطع البرد وسنينه. كنتوا بتعملوا ايه يا عصافير؟ كنا بندردش يا ماما. في ايه؟ في الزمن اللي احنا عايشين فيه. الله، على فين يا ممدوح؟ ما تتعشى معانا الليله. انا ما عنديش مانع بس. الله نوال، سمعي الاستاذ ممدوح شويه بيانو. انا تعبانه يا ماما، عايزه انام. الله، ما بدري يا ما بس يا عم، وعنها وراسها والف سيف، ولا هي عايزه لا تشوفني ولا تكلمني. عندها حق. طب بس قول لي ازاي افهمها ان نيتي سليمه وقصدي شريف؟ انت عاوز توصل لقلبها؟ طبعا. كلمها باللغه اللي تفهمها هي. اكلمها ازاي ما دام هي مش عايزه تشوفني؟ يا ده الغباء. العصافير بتتفاهم مع بعضها ازاي؟ وانا مش عارفه. طبعا لانك غبي. العصافير تتفاهم مع بعضها من بعيد لبعيد. رسائل غرام، تارة بين قفص وقفص، وتارة بين غصن وغصن. كده رسائل غرام. رسائل غرام، وهي دي الطريقة الوحيدة. العصفورة اللي وقعت معاها عصفورة غريدة، بلبلة سطاحة هائمة في سماء الخيال والجمال والأمل المنشود. وبدل حضرتك ما تصوصو لها، كيكوكوكوكو، نهقت لها، خافت، طارت، تستاهل. يا سلام، اما انت عليك شويه تشبيهات، انما تلم البدن. المهم خلصنا، نعمل ايه دلوقتي؟ تكتب لها جواب. نكتب جواب حب؟ جواب حب واحد واثنين وثلاثه واربعه. طب
بس اقول ايه؟ طبعا مفيش مخ وما اكتبناك. قوم قوم قوم، عندي استهلال رائع. اكتب يا سيدي اكتب. عصفورتي الوديعة. عصفورتي الجميل الوديعة يا اخي اكتب. انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت لسه شفت حاجة؟ اكتب اكتب. عصفورتي الوديعة حفظك الله. لا لا استنى، عصفورتي الوديعة أدامك الله. آمين. أدامك لا 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 لا، اشطب دي أدامك مش عجباني. واكتب عصفورتي الوديعة حفظك الله وأبقاك زخرا. زخرا وتحية كالنسيم العليل البليل من عصفور أصابه النهيل. أيوة يا النهيل، اكتب بس ما تقطعنيش يا أخي. هذا العصفور المسكين أصابته عاصفة غضبك فانكسر جناحه وحسرته 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 ريشه منتوب وعقله مهفوف ورأسه مكشوف. ايه هو الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه منتوف ومكشوف ومخسوف؟ ايه ده؟ ده حب. حب؟ والحب يكتب الكلام الزفت ده؟ زفت؟ طبعا زفت. اتفضل يا سيدي اكتب حضرتك جوابات غرامية يا سي سقراط احسن من كده. يا استاذ الحب مش الفاظ، الحب احساس. اكتب لها يا اخي الكلام اللي من قلبك بكل بساطة، وتأكد ان الكلام اللي من القلب مهما يكون بسيط لازم يمس القلب. انقذني انقذني. ايه؟ اتفضل انقذه يا سيدي، خليه ينفعك. اتفضل. طب قول بس وانا هتقول. لا انا معرفش ابلي. انا اكتب لك وبعدين يبقى ليه له خطك انت على طول. طيب يلا شيل الارض. في ابتسامتك سر سعادتي، وفي عينيك سر وجودي. كنت تائها ابحث عن روحي فوجدتها حين وجدتك. لماذا التقينا؟ لماذا التقينا؟ هل تسأل قطرة الندى لماذا تلتقي بالورد؟ هل يسأل القلب لماذا ينبض؟ إن كل ما يلتقي في أنشودة الحب الخالدة هو أنا وأنت. على فين واخداني عينيك يا سايين الشوق بايديك؟ ده انا قبلك يا ما قسيت من ناس والشوق والدنيا تبقى انت وهم عليا. يا ما قسيت من ناس والشوق والدنيا تبقى انت وهم عليا.
هواك يا دوي ليه ما بفرحش قالوا القمر لو زاد ينقص ولا يبنش فرحت لقاك يا دوي ليه ما بفرحش قالوا القمر لو زاد ينقص ولا يبنش ويا ترى يا جميل لو قلبي يميل ويا نصيبي حفرح وياك بليالي هوا قول يا حبيبي على فين واخداني عينيك ساقين الشوق بايديك ده انا قبلك يا ما قسيت من ناس والشوق والدنيا تبقى انت وام عليا لم أتلقى منك ردا على رسالتي فهل قدر لقلبي أن يعيش على ذكرى حب يائس؟ هل كتب لحبنا أن يموت قبل أن يحيا؟ فما حياة الأوتار إلا بالأنغام وما حياة الإنسان إلا بالقلب فأنت الأنغام وأنت القلب وأنت الحياة. الله الله إيه الغرام ده كله؟ أوزية ده جواب جديد من ممدوح وري؟ مش معقول ولا مش معقول ممدوح يكتب كلام زي ده ليه لا هو ممدوح وحش ده شكله حلو قوي انا مالي ومال شكل تعرفي يا فوزيه انا حاسه ان الكلام ده مش من قلبي امال من قلبي انا خلاص بقى يا سامي ما تتعبش نفسك مفيش داعي للكلام ده يعني جوابات نفعت عندي ميعاد معاها دلوقتي الف مبروك الله يبارك فيك عايز الصراحه انا ما كنتش مصدقه انك انت اللي كتبت الجوابات دي وايه السبب ما اعرفش ليه تهيأ لي في وقت من الاوقات ان ما فيش عمار بينك وبين الشاعريه المظاهر ياما بتخدع ده انا في الشعر والكلام اللطيف ده عاجبك قوي غريبه غريبه في ايه كلامك حاجه وجواباتك حاجه تانية خالص ما هي دي مصيبه رشتي بتعبر عن قلبي زي ما انا عايز انما اعمل ايه لساني وسخ انا بتكلم جد مش بهزر انا كتبت لك الجوابات دي عشان تعرفي ان انا بقيت انسان تاني انسان جديد ما كنتش مصدق امتى هقابلك علشان اؤكد لك ان كل الكلام اللي كتبته في الجوابات كان طالع من قلبي صحيح قول يا ممدوح نوال لما بكون قريب منك بفرح ولما بتبعدي عني بزعل الله انت بتضحكي ليه كلامك بيضحكني خلاص اقري جوابات جوابات دي حاجه تانيه انا مش عارفه ازاي انت كتبتها اقول لك ده كلام من القلب طالع من القلب لازم يمس القلب براه يا براه سامي تعالوا تعالوا خير لو كنتوا عايزين تعرفوا شكل السعاده ايه بصوا لي كويس قدامكم اسعد مخلوق في الوجود يعني الجو راق مفيش بعد كده يعني جوابات الزمخشري عملت مفعولها ولا السحر دي خلاص شرب التعسل يطمني انا هفضل طول عمري مديون بالمعروف اللي عملته يا اخي عيب ما تقولش الكلام ده ازاي ده لولا الجوابات بتاعتك ما كانش هيبقى ابدا عندي امل اوصل بها انما تعالى قول لي انت ازاي عرفت تكتب الكلام الجميل ده من غير ما تكون شفتها ولا قابلتها ازاي ده انا عارفها كويس انت تعرفها كويس طبعا لا بس وانا بكتب الجوابات دي تصورت اني بكتبها للانسانه اللي بحبها ومش قادر اصالحها يا ريت كنت اقدر ابعت لها جوابات بالشكل ده واصارحها بحقيقه شعوري لاخوها طب وايه المال المال حاجات كتير اولا مكسبي بالنسبه لها كاستاذ ثانيا استعدادي المادي يا اخي ده انت راجل مدرس قد الدنيا وفلوسك مش بطاله يا ممدوح ماليتي ما تساعدش على اني افتح البيت اللي يسعدها معايا ثم تصور ما اعرفش اي حاجه عن عيلتها الحب ما يقابش فيه الاعتبارات يعني الحب انبى العاطفه في كينونه الوجود اسالوني انا وثم ياما مدرسين احبوا طالبتهم واتجوزوا اسعد الجوازات وخلفوا تلامذه وتلميذات انت لو عايز رايي اقابلها النهارده قبل بكره واصرحها باللي في قلبي ولا يا غراب انا من رايي خير البر عاجله والمسائل زي دي مش عايزه لكاعه
ايوه بس ما تنسوش ان اليومين دول اجازه ومش هشوف الا في الحفله الموسيقيه بتاع المدرسه. خلاص يا اخي انتهزهم فرصه وصراحه بكل شيء. وانا كمان مستني اول فرصه وعلى المأذون وانا مش هطول. لسه صح يا نوال؟ انا كمان مش عارف قلقان ليه. انا عاوز اتكلم معاكي في موضوع مهم. في ايه يا بابا؟ ممدوح طلب ايدك وانا شايف ان والدتك مياله قوي ان الجوازه دي تتم، وانا شخصيا ما عنديش اي اعتراض، لكن انا ربيت فيكي الاعتماد على النفس ومش عاوز اي انسان ياثر عليكي حتى ولا انا. انت اللي تشاوري نفسك وانت اللي تقرري بنفسك. يا سلام عليك يا بابا، انا عمري ما هنسى انك كنت دايما ليا اب وصديق في وقت واحد. ربنا يسعدك يا بنتي ويطول في عمري لحد ما اشوفك عروسه. تصبح على خير. انت من اهلي يا بابا. بتبقى اجمل تذكار. حضرتك بتحب تجمع التذكارات يا استاذ؟ طبعا، الانسان اللي ملوش ذكريات يبقى انسان مسكين. حين يصبح الحاضر ماضيا، ماذا يملك الانسان الا الذكر؟ قلتي ايه؟ ابدا، بس فكره جت على بالي. يا استاذ سامي. افندم. هيئه التدريس وحضره المفتش مستنينك تحت. عن اذنكم. اتفضل يا استاذ. ايه سرحانه في ايه؟ ولا حاجة. ما اعرفش ليه متهيألي انه كان عاوز يقولي حاجة. حاجة؟ حاجة زي ايه مثلا؟ مين عارف؟
يا ضياعي أنا هنا حجر مل مطرحة كم تمنيت يا أنا نبتت في أجنحة. جرالك إيه؟ بتكلم روحك؟ لا بكلم العصافير اللي بتفهمني. أنا عاوزك على كل حال جايين. طيب تعال أنا بقيت البستان الجديد. شوفي بقى هنا. أيوه ضيق متهيألي. استني أشوف. انت كنت فين امبارح بالليل؟ في حفله مدرسيه. ثم انت بتسالني ليه؟ الله، حقوق الولايه اولا، ثانيا انت نسيتي اننا احنا في حفل المخطوبين؟ وانت نسيت؟ لا ما نسيتش. ميمي عندليب مش عاوزه تتجوز غراب. طبعا ده اسم. لا طبعا مش اسم، انما تعرفي انا لقيت لك حل هيزقططك زقططك. صحيح يا حبيبي. ايوه صحيح. ايوه صحيح. خلاص بكره هروح الشهر العقاري اغير اسم ابوكي. ايه؟ ايوه بدل ما يكون اسمك ميمي عندليب هيكون اسمك ميمي حدايه عشان يتفق مع اسم غراب. اخص عليك يا حبيبي. ليه بقى؟ انت زعلانه مني كمان؟ طبعا زعلانه. بدل ما تغير اسمك غيرت اسم ابويا. انا مش ممكن اغير اسم سنسفيل ابدال. وانا مش ممكن كمان اغير اسم سنسفيل ابدال. اذا احنا مش متفقين وانا منسحب. اغير اسمي انا. انت عاوز 50 ساعة عشان تلبس؟ ومالك متنرفز كده ليه؟ مش تبارك لي؟ على ايه؟ مش قابلتها امبارح؟ هي مين؟ هي، وكنت على وشك اني اصارحها. طبعا، ومن غباوتك ما صارحتهاش. ونعمل ايه بقى؟ يا شيخ، اذا كان 500,000 واحد يقطعوا علينا الحديث، وكمان النظرة في الاخر راسها و1000 سيف، لازم نشرب الشاي مع هيئة التدريس. عايز اشرب علشان اطفي غضبي. غير اسمي. بقى معقولة حافظ شهر بحال وما شوفهاش؟ ايه ده اللي في ايدك كمان؟ دي صورتها مع الفصل بتاعها، بص شوف. لا. ليه؟ انت عارف ان في اتفاق بيننا وبين ممدوح، لا نوري صور ولا نقول اسامي. ما احنا مالنا مال ممدوح يا اخي، بص. شوف زي صاحبك. يقرفك، ايه ده؟ استنى. شاور لي من فضلك. شاور تاني. قبل ما وصلت الصورة. شاور. اهي. انت مش هتبطل جنان بقى؟ اهي اهي. دي مصيبه مصيبه. ايه اللي جاب ست المصايب؟ اعوذ بالله على لسانك الزفر. الكوكا كولا مش هتديك. عاوز كونياك. شباب الجدع ده مجنون قاتل. طفي يا مش كفايه. سامي والله يقرفك. سامي انت صديقي وعارف انك ما بتكذبش ابدا. لاخر مره شاورني. اهو لو سبت الكذب اهي. شاور اهي اهي. بذمتك عرفت اختار ولا لا؟ لا، من حيث انك عرفت اختار فانت اخترت واحده من بين 27 مليون. يا رموسين هذه الفجعه. بس اعمل ايه؟ بس اعمل ايه يا ربي؟ انا ناقصني. طمنوا عليك بقى وبصوا كويس. يا للمصيبه يا للمصيبه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابني جابني الجمال، السعاده، الحب. يا حلاوتك يا حلاوتك. ايه رايكم مش حلو؟ يا سلام هايله. يا واد عرفت تختار. ايوه يا اخويا، هو عرف يختار وانت عرفت تختار، وما فيش في الدنيا لخبطه اكتر من كده. لخبطه ايه؟ دي اخر سكه للمجنون. ايوه اسمع يا ممدوح، انا صديقك، اسمع نصيحتي. أنا من رأيي إن حكاية الجواز دي خطيرة خالص، إيه رأيك يعني نأجلها شوية كده؟ نأجلها إزاي؟ أنت اتجننت؟ أنا لازم اتجننت. أعذار يا ممدوح، أصل أنت شارب كاسين. أيوه أنا اللي شارب كاسين. يا جماعة يا جماعة فكروا حبة، إحنا الثلاثة كنا عايشين زي العصافير، حرية وانطلاق. جنكيز خان بيقول إن الجواز حدود وسدود وقيود ورعود، والعياذ بالله. يا أخي أنت جرالك إيه؟ أنت مش لسه قايل أول إمبارح إن الجواز نص الدين؟ أيوه يا أخي غيرت رأيي، خلينا دلوقتي في النص التاني. سيبك منه يا سامي، قول لي انت عملت ايه؟ اقول لك ايه؟ ايوه قول له قول له قول له والنبي قول له. ان جيت للحق ولا حاجه، ما لحقناش نتكلم في حاجه ابدا، هم يا دوبك كلمتين. لكن يا اخي انا ما اندهش، قالت لي جمله حسيت منها ان احنا بنتكلم لغه. فاهمك فاهمك. ولا انتوا فاهمين ولا حاجه. واقول لك اكتر من كده، في وقت من الاوقات حسيت ايدك ايدك لازم تلعب في الورقه اللي قدامك. وانت كل ما تشرب لك كاسين تبقى شراني كده. ايوه انا شراني كده يا اخي. ايه الحاجات دي؟ سيبك منه سيبك منه.
كمل. اقول لك ايه وبتاع ايه بقى؟ فين وفين على بال ما هشوفها تاني؟ لا الظاهر انا طلعت اشطر منكم وهسبقكم على المجموع. يا اخي ما تتفضل، ما تخلصنا، هو حد حيشك. عيب يا غراب يا اخي حاجة اذنك. ممدوح ممدوح يا اخي ما تسيبه. ممدوح اسمع يا شامي، انت عندك اجازه بكره، تعالى قابلني في المصنع ونكمل كلامنا. والله يا اخي معاك حق، بعيد عن دوشه المجنون ده. ايه يا اخي اللي عملته في ممدوح النهارده؟ النهارده يوم اخبر اعفر مليء بالحوادث الجسيمه. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ والله العظيم ممدوح عنده حق، انا سايب لك الدنيا كمان وداخل. معلش بعدين تعرفوا انت. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا حضرت خلاص. ما تتكلمش. بس الشاطرين تضربوا لي غلبه وتبوسوا بعض طول النهار. ايه؟ لا 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 مش ممكن ابدا. بتقول ايه؟ دول اصحاب اصحاب، افهموا. ايه؟ انت اتجننت؟ والله انت اللي جننت. ده لسه بتكلم العصافير لما احنا واقعين في نكبه. نكبه ايه؟ وتعالى هنا، ايه الصوره اللي انت بعتها لي؟ شايفه البنت اللي عليها العلامه؟ اه دي نوال تلميذه في المدرسه. هي دي محور النكبه. نكبه ايه يا اخي؟ اسمعي بس، هاتي الصوره وتعالي نتداول في المعضله عشان نحلها. اثنين من الاصدقاء، من اعز الاصدقاء، هيخسروا بعض. ولا زمانهم خسروا بعض خلاص. ما تكلموا حضرتكم ولا بتحلموا احلام العصافير. اهلا سامي، انا كنت منتظرك بفارغ الصبر. خير؟ ورحنا ثاني اقول لك ان الليله دي عايزك تيجي معايا. على فين؟ عند خطيبتي. خطيبتك؟ الليله دي عيد ميلادها وهنتهزها فرصه اقدم لها الشبكه. بالسرعه دي مش تقول يا اخي كان الواحد. اسمع ما تقعدش تخترع لي في اعذار. احنا ما فيش بينا وبين بعض هدايا. انت ما تعرفش خطيبتي؟ طبعا ما حصليش الشرف. اه اصل غراب هو اللي حصل له الشرف. تعالى معايا. اتفضل. تعالى بقى يا سيدي. بقى ذوقك يا عم، مكتبك حلو قوي. الاستاذ سامي الانسه نواف. ايه مالك؟ ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه. انت تعرفها؟ طبعا اعرفها، دي تلميذه عندي في الفصل. تلميذه من امتى؟ من اول السنه. وانا ما اعرفش. والله العظيم. المهم دلوقتي مش هتقدر ترفض. ما كانش عشان خاطري يبقى عشان خاطرها. دي تلمستك. أنا كنت مستنيك. خير؟ أنا عرفت ممدوح خطب مين. عرفت؟ أيوه. وفهمت حاجات كتير ما كنتش فاهمها امبارح، أشكرك عليها. وناوي تعمل إيه دلوقتي؟ هتروح السهرة الليلة دي؟ واجب عليا طبعًا. كل شيء اسمه نصيب. كل سنه وانت طيبه يا حبيبي. هتيجي؟ ها ضروري بس على شرط، عندي خطيبي هجيبه معايا. اهلا وسهلا. ويبقى مين سعيد الحظ ده؟ هقول لكم على اسمه بس ما تضحكوش. غراب. الله غراب. صاحب جنه العصافير. ايوه هو اصل جارنا. تعالوا نتفرج على العصافير ونعزمه بالمره، هو دمه خفيف شربات. اهلا بالجمال والشاعريه. يخشى عليهم ايه العصافير؟ ايوه انت تعالى اتفرجي. تعالى بقى انت، ما اوريكي تحفه فنيه رائعه. شايفه التابلو الجميل ده؟ الله فعلا جميل. عارفه الغاده الهيفاء اللي قاعده على البيانو تبقى مين؟ طبعا لا. تبقى انت. انا؟ يا ريت. التابلو ده له حكايه عاطفيه. صاحبه اشتراه لانه بيفكره باعز مخلوقه عنده في الوجود. انا مش فاهمه حاجه. دلوقتي هتفهمي كل حاجه. ايه صوره اللي جابها هنا؟ لازم الاستاذ سامي. استاذ سامي هو بيجي هنا؟ هو ساكن هنا. ساكن هنا من زمان قوي، وده صاحب غراب الروح بالروح. صاحب ممدوح كمان الروح بالروح. وده مكتبه، مكتب الاستاذ سامي. ايوه عليك. ده مكتب الاستاذ سامي. الله، وده خط.
حياة الأوتار إلا بالأنغام، وما حياة الإنسان إلا بالقلب. ماما ماما. ايه يا نوال؟ ايه يا نول؟ يا ماما. ايه يا روح؟ ايه بطلي سرحان بقى، هتفضلي سرحانه كده لامتى؟ انا عايزاكي في حاجه مهمه قوي. خير ان شاء الله. اقعدي قبل. ايوه كده. ايه الحكايه؟ قولي لي يا ماما، انتي اتجوزتي بابا ازاي؟ هو ده وقته يا نوال يا حبيبتي؟ انا ورايا 60,000 حاجه. يلا قومي اسالي على التورته، لسه ما جاتش لحد دلوقتي. السؤال ده عندي أهم من التورت. أنا مش فاهمة حاجة يا نوال، قصدك إيه يا حبيبتي؟ قصدي قبل ما تتجوزي أنت وبابا كنتوا بتزوروا بعض؟ لا. كنتوا تعرفوا بعض؟ لا، وعموما يا بنتي أيامكم أنتوا غير أيامنا إحنا يا حبيبتي. يعني ما اتكلمتيش أنت وبابا قبل ما تتجوزوا أبدا؟ هنتكلم في إيه؟ عموما يا بنتي الأيام دي الكلام كتير والحب قليل، نوال والحب مش بالكلام يا حبيبتي. يا ماما بابا عمره قال لك انه بيحبك؟ ابدا يا حسره، لا قبل الجواز ولا بعد الجواز. وانت متاكده انه بيحبك؟ لا طبعا. من ايه؟ من اقل حاجه، كلامه ليا، نظرته معايا، معاملته ليا، ده حتى يعني لو صاين عليا يومين اروح مخصوص عامله عشان يقول لي يرحمكم الله. بس الكلام ده خليه بيني وبينك. انا بنت، انت كنت فاتحه لي محضر ولا ايه؟ لا ابدا يا ماما. بس كان في حاجة عاوز أعرفها وعرفتها. يلا يا وهيبة، زمان الناس جاية. كل سنة وأنت طيبة يا أمورتي، عقبال فرحك. يا ماما كل سنة وأنت طيبة يا نوال. أهلا أنت فين؟ أخلي السنة يا نوال. أه يا حبيبتي. الزهرة أنا جيت على دقة المدخل. كل سنة وأنت طيبة يا نوال. طيب. أنا اتأخرت شوية بس كان يهمني أجيب معايا صديق عزيز عليا أكتر من أخويا سامي. طبعا يا ستي، ما أستاذك من زمان وأنا معرفش. مفيش داعي بقى أقدمكم لبعض. كل سنة وأنت طيبة يا نوال. وأنت طيب يا أستاذ سامي. تصوري يا ستي، مع إن أستاذك ما كانش راضي يجي. صحيح يا أستاذ سامي، ما كنتش عاوز تيجي. أنا إيه؟ أنا إيه؟ أنا مش قصدي، لك الحقيقة كان مفاجأة. تعالى. إيه في إيه؟ في زلزال، ما تخافوش. انت موديني على فين؟ انت اللي هتودينا في داهيه. على الحش. مش عاوز تقول لي حاجه. اتمنى لك كل سعاده. نوال يلا نوال يلا نوال يلا نوال يلا نوال يلا كل سنه وانت طيبه. خلي بالك ده 19 شمعة. شوف حد فيهم ازاي بقى. يلا يا ريس يلا اكحوا الشمع يلا يلا. اتفضل عجبك كده؟ كنت مروح. ايوه لاني من غير ما تسلم عليا. النوال لسه بتعرفي انا؟ مفيش لزوم، انا عرفت الحقيقه. حقيقه؟ ايوه ممدوح، انا عمري ما فكرت فيه. الحاجه الوحيده اللي خلتني افكر فيه في وقت من الاوقات هي الجوابات اللي انت كتبتها. جوابات؟ أيوة. جوابات ايه؟ جوابات كنت اتمنى انك تبعتها لي، وربنا حقق امنيتي. نوال لازم تعرفي ان ممدوح اعز عليا من نفسي، ده جاي الليله وشبكه في جيبه وناوي يقدمها لك. النهارده الصبح طلبني مخصوص علشان يكلمني عنك. ما تقدريش تتصوري قد ايه فرحتي لما عرفت انه بيكلمني عنك انت. ده ما يمنعش ان الجوابات كانت خدعه، ومصيره يفهم اني ما اقدرش اتجوزه وابني حياتي معاه على خدعه. سامي أنا عاوز أسألك سؤال واحد. إيه يا نوال؟ يا ترى لما كنت بتكتب الجوابات دي كنت بتفكر فيا؟ ده سؤال مش من حقي إني أجاوب عليه. زي ما اتفقنا؟ أيوه زي ما اتفقنا. سامي سامي
ايوه انا ممدوح. انت فين؟ تعال انا هنا. تعال انا هنا. انا مش هطول، مش هحاول اثر عليك، لاني حتى لو حاولت مش هعرف. كل اللي عايز اقوله لك هو انك بتحب نوال، مش كده؟ ايوه بس ارجوك ما تقاطعنيش، انا عارف كنت عاوز تقول ايه. عايز تقول ان انا كمان بحبها؟ يمكن ايوه ويمكن لا، لكن بس لحد النهارده ما اقدرش اقول ان انا فهمت معنى الحب. على كل حال ده مش مهم، مش مهم مين فينا بيحبها، المهم هي بتحب مين. انت لسه واقف هنا مستني ايه عشان تروح تسلم عليها؟ خايف على شعوري؟ اذا كنت عايز تطمن نظره واحده من الشباك تخليك تطمن. بيني وبينك انا ما استحقش نوال، انا ما استحقش غير اللي شفتهم معايا، اللي افهمهم ويفهمون. سامع؟ ايوه هي نوال. الانغام اللي سامعها دلوقتي ردها على جواباتك. يا اخي تعالى مستنيك، تعالى احنا شويه. طايره بغير جناحين، احنا النهارده